5 جزئية الهوم ورك اللي كانت عندي. السؤال الرابع اللي هو underline the correct word، اختار الكلمة الصح. نمبر 1 يا فرح، بقول we ايه؟ eggs from chickens. We get. We get، يبقى هناخد حط تحت كلمة get، we get from، ده اللي شرحناه الحصة اللي فاتت، get كذا from كذا. نمبر 2 مايا، we exercise get fit. الأخيرة. تو طبعا الأخيرة، برافو عليكي. تو بمعنى لكي، تو جيت فيت عشان نكون أصحاء بدنيا أو عندنا لياقة بدنية. نمبر 3، نمبر 3 يلا يا أروى، يلا يا أروى، وي جيت ميلك فروم، الميلك ده بناخده منين؟ الملك بناخده من الكاو. كاوز، يبقى وي جيت ميلك فروم كاوز. محمد حسام، أنا دو وي جيت ميلك فروم داكس؟ بيقول لي نو وي إيه؟ لما اسال بدو دونت يبقى نو وي دونت. ولو كان عندي اس يا محمد، هناخد دو. برافو عليك، ايوه كده صح. نمبر 5 يا يحيى، بسال سؤال، دو وي جو تو سكول، ومديني اجابته تو ليرن. تو ليرن واي واي، برافو. قلنا الاجابه اللي اولها تو زائد مصدر، ديت سؤالها دايما بيكون واي، لماذا، لماذا Why do we go to school؟ هقول له to learn. بنروح المدرسة لماذا؟ هقول له لكي نتعلم، يبقى to learn. نشوف جزئية الماتش، يلا يا ماهي. Number one، we went to a farm. We went to a farm. To learn about animals. برافو، الإجابة B اللي هي to learn about animals. رحنا الفارم عشان نتعلم عن الحيوانات. Number two يا هنا، We get wool and meat، بنحصل على الصوف واللحوم من مين؟ From sheep. From sheep، برافو، الإجابة إيه؟ From sheep. سما، Why do we go to the beach؟ Why do we go to the beach؟ ليه بنروح الشاطئ؟ To go swimming. برافو، to go swimming، عشان نعوم. الجملة الأخيرة عندي، يلا يا رودينا، رودينا فين؟ No we don't. برافو، do we، يبقى اقول yes we do او no we don't، اللي موجودة عندي no we don't. هروح بعد كده لجزئية مهمة، وهي جزئية تكوين الجمل، ازاي انا برتب جملة صح عندي. هنا بادئ لي ب we recycle، we recycle. يلا يا يحيى، هقول له وي ريسايكل ايه؟ وي ريسايكل بلاستيك تو لوك افتر ذا انفايرمنت. ممتاز، برافو عليك، يبقى وي ريسايكل بلاستيك، بنعيد تدوير البلاستيك ليه؟ تو لوك افتر ذا انفايرمنت، عشان نهتم ونعتني بالبيئة. نمبر 2 يلا يا فرح، مديني وي فرح. وي جو تو ذا، وي جو تو ذا سوبر ماركت to buy food. جميل، يبقى we go to the supermarket. We go to the supermarket ليه؟ to buy food. To buy food، بنروح السوبر ماركت عشان نشتري الطعام. بعد كده كان مديني جملة كوبي اللي هي we went on a school trip yesterday، رحنا رحلة أو طلعنا رحلة في المدرسة بالأمس. مديني activities تانية. نعم، انت حليت دي معانا الحصه اللي فاتت، الجزء ده هنقوله تاني بسرعه عشان الناس اللي لسه داخله. وي جيت ايجز، هقول له فروم تشيكن. وي اكسرسايز تو، هقول له تو جيت فيت. وي جيت ميلك، بنحصل على الميلك فروم ذا كاو. وي جو، قلنا جو بعدها اي ان جي عشان اقول له وي جو سويمنج. بعد كده جمل الاختيار اللي عندي، يلا محمد يا حسام، وريد ات ذا اي، اريد لايبراري، لايبراري، لايبراري في المكتبة، وريد ات ذا لايبراري. محمد عبد المنعم، وجيت ايه فروم جوتس، من دولت ميت. برافو، وجيت ميت فروم جوتس. نمبر 3 يلا يا يوسف، do we get wool from sheep؟
Yes. يس طبعا، لان عندي دو اجابه مثبته، يعني بجاوب بيس، يبقى يس ودو. نمبر فور، مين اللي ما جاوبش خالص؟ أنا ياسين. مين ما جاوبش أنا خالص؟ ياسين. احمد ناجي، أنا احمد ياسين. ناجي، وبعدين محمد شاهين. يلا يا ناجي، We نمبر فور، get we get eggs from eggs chicken. طبعا from chicken، we get eggs from chicken. نمبر فايف، شاهين محمد، نقط we get eggs from sheep. Do we اسمها get دو، eggs from برافو، عندي الوي بسأل عنها بدو، يبقى دو we get، دو we get. نمبر سكس، يوسف، بقول هنا why do we go to the library، ليه بنروح المكتبة؟ واي، عندي واي اهيت. يوسف، can you يوسف say هجاوب بإيه يا يوسف؟ واي، ما هي واي اهيت، اختار مين هنا في الإجابة؟ تو يا سير، تو التو اللي في النص، تو لكي. نمبر 7، محمد حسام، Do we go to school؟ مديني to learn، أسأل بإيه؟ Why؟ Why؟ لماذا؟ أروى، We cycle to school to get، بنركب العجلة للمدرسة to get إيه؟ Fit، to get fit، to get fit، الأخيرة. نمبر 9، يلا يا ماهي، ما فيت ولا فت؟ ديت فت، فيت اهيت، فيت اقدام، انما فت لائق بدنيا، فت. انا كان يلا يا قصدي ماهي، على جيت ميلك فروم ذا فروم ذاكر كاوز. نمبر 10، مايا، وي اكسرسايز تو جيت فت، تو جيت فت. نروح بعد كده، يلا يا يوسف، ميت، E A goat P goat A goat أز... T انت كاتبها، اكتبها بسرعة صح. goat بعد G A يا ابني. T O بعد قصدي O وفي الاخر ايه يا يوسف؟ T. اسبل لي الكلمة كلها تاني، اسبل لي الكلمة كلها تاني. G O A T ايوه كده اتظبط، كمل. ملك ال ال كي ها chicken اي اتش قصدي اي ان اي اي ان ان اوكي. يلا يا هنا، library ال اي بي ار اي ار واي ها سايكل تي واي سي ال اي شيب C-H-E-E-B. S-H-E-E-B. Cheese. C-H-E-E-S-E. تمام. محمد حسام. We learning about animals. We learned about animals. We learned about animals. جملة تانية يحيى. We get meat from cows. تمام، we get meat from cows. جملة التالتة محمد عبد المنعم. We get wool from sheep. برافو، we get wool from sheep. آخر جملة يا أروى. Do we get fish from milk؟ هو السمك اللي هناخده منها. Do we get milk from fish؟ Do we get milk from fish؟ هو احنا بناخد اللبن من السمك؟ تمام، ده معناها كده. هاجي للجزء الثاني
هاجي للجزء الثاني من اليونت ده ونشد حنا فيه شويتين. ليه؟ لان هلاقي عندي جزئيه كلمات ضخمه شويه، شويتين مش شويه واحده. تمام، دي الكلمات اللي موجوده عندي في الدرس الثاني، دي الكلمات اللي موجوده في الدرس الثاني، هنبدا نشوفها مع بعض ونشوف هنحفظها ازاي، وكمان نشوف ايه المطلوب عندنا في القطعه. يقول لي هنا مديني كلمه اويسز، اويسز اللي هي واحه، ديزرت معناها صحراء، ماونتن جبل، ليك بحيره، ريفر نهر، سي اللي هو بحر، بيراميد معناها هرم، سيتي مدينه كبيره، تمبل معبد، ساند ديونز، ساند ديونز اللي هو كثبان رمليه، تلال من الرمل كده بنسميها ساند دونز، اوليفز زيتون، فيجز اللي هو التين، فارمرز فلاحين، رايس الرز، كوتون القطن، ديتس البلح. دين الكلمات دي different بمعنى مختلف، oasis اللي هي واحات جمع كلمة oasis واحة. هنلاحظ ان كلمة oasis اللي هي واحة واحدة بس السبيلنج بتاعها OASIS، دي واحة واحدة. طب عشان اجمعها الاي ده هي هقلبها الاي، الاي ده هي هقلبها الاي، يبقى عندي اويسز واحة انما اويسيز واحات، يبقى اللي بالاي جمع، عشان لما اقول از ولا ار ابقى عارف ان اويسز اللي فوق اللي فيها اي از، انما اويسيز ار. مديني نورس الاتجاهات بقى الاربعة اللي عندنا، وبناخد الكلام ده طبعا في ديسكفر، نورس الشمال، ايست الشرق، ساوث الجنوب، ويست الغرب. ماب بمعنى خريطة، بليسز أماكن، نيكست تو بجوار، أولد قديم، جود فور يعني مفيد لي أو صالح لي، يوز يستخدم، جريبس العنب، الراوند بمعنى حول أو حوالي، روكس صخور، كنترول يتحكم فيه، إلكتريستي الكهرباء، رودز الطرق، توميتوز طماطم، لاند بمعنى أرض أو يابس، موست أوف معظم، ميك يصنع، كوفي قهوة، بيلدينجز بيلدينجز مباني. مديني ذا ريفر نايل اللي هو نهر النيل، ذا ميديترينيان ميديترينيان سي، ذا ميديترينيان سي البحر المتوسط، ذا ريد سي البحر الأحمر، نايل دلتا اللي هي دلتا النيل، اريا اريا بمعنى منطقة. اديني انتر بمعنى يدخل أو يصب فيه، فارمينج جاي من كلمة فارم مزرعة ويبقى فارمينج الزراعة، فارميلاند أرض زراعية، جرو يزرع أو ينمو، ويت القمح، empty empty فارغ أو فاضي، keep animals بيربي حيوانات، keep animals، سيناي بنينسيولا اللي هي شبه جزيرة سيناء بنينسيولا، mountain range معناها سلسلة جبلية، بدوين culture لثقافة البدو، بدوين اللي هم البدو الناس اللي بيعيشوا في الصحراء، ذا هاي دام السد العالي، كلايمينج ماونتينز تسلق الجبال، فيمس مشهور، بيوتيفول جميل، لوك ريد شكله احمر او بيبدو احمر اللون، بيلد والماضي منها اسمه بيلت بمعنى يبني، امبورتانت صفه بمعنى مهم، ميستري بمعنى لغز أو سر غامض ميستري. ده بالنسبة لمجموعة الكلمات اللي عندي. كلمات طبعا هنحفظها على مدار اليومين أو الثلاثة اللي موجودين عندنا، بنقسم الكلمات لمجموعات، يعني النهاردة أنا هحفظ مثلا المجموعة الأولى ده هي الثمان كلمات دول، تاني يوم بذاكر أو بحفظ ثمانية تانيين وهكذا، مش هقدر أحفظهم كلهم في يوم واحد، يبقى بقسمهم. طيب في كلمات هلاقيها طويلة
قطعها، قطع الكلمة إنها كلمتين عشان نقدر نحفظ. تعالوا نشوف القطعة اللي مديها لي عليها الكلمات دهي، مديني بعض التعريفات لازم أعرفها علشان جمل الاختيار اللي هتجيلي. لما أقول أدلتا، إيه هي الدلتا دي؟ قال لي is a place where the river enters the sea. الدلتا هو المكان اللي النهر بيصب أو بيدخل فيه البحر. الدلتا هو المكان اللي النهر بيدخل فيه أو بيتصل فيه بالبحر. يبقى التقاء البحر بالنهر دي بسميها دلتا، بالعربي دلتا. دي الدلتا اللي عندنا إحنا هي هنا، دي الدلتا عندنا اهي، التقاء نهر النيل، ده نهر النيل اهو، وده الميديترينيان سي. المنطقة دي اسمها دلتا اللي احنا فيها، كفر الشيخ فيها دلتا. لما اجي اقول هنا there is a lot of farmland، يوجد ارض زراعية in the Nile Delta، في دلتا النيل، المنطقة اللي احنا قلنا عليها اللي عاملة زي رقم 7 دي، ده هي ديت فيها ارض زراعية كتيرة نتيجة طبعا لوجود نهر النيل فيه، farmland. يعني ايه كلمة oasis اللي هي واحة؟ بيقول لي هنا an oasis is a place in the desert with water. يعني ايه؟ الواحة ديت عبارة عن مكان فيه مية موجود في الصحراء. مكان فيه مية موجود فين؟ in the desert، في الصحراء. دي بسميها oasis، واحة. people can grow plants and keep animals، دي جملة مهمة جدا. people can grow plants، الناس بتزرع النباتات، and keep animals، وبيربوا الحيوانات. الناس بتزرع نباتات وبتربي حيوانات at an oasis، في الواحة. يبقى الواحة ديت لوجود المية فيها، فالناس تقدر تزرع فيها وتقدر تربي فيها الانيمالز، يبقى اسمها keep animals واسمها grow plants. بنينسيولا، البنينسيولا قلنا شبه جزيرة، هي عبارة عن land with water around it، شبه الجزيرة هي عبارة عن الأرض أو اليابس، with water around it يعني بتشبه الايلاند، بتشبه حاجة اسمها الجزيرة، ولذلك اسمها شبه جزيرة. شبه جزيرة يعني أرض حواليها مية، أرض وحواليها مية، دي اسمها بنينسيولا. عكس الأويسس، عكس الأويسس، الأويسس هي نفسها مكان فيه مية محاط بأرض، حواليه أرض. أما البنينسيولا هي اللاند، هي الأرض، with water around it اللي بتحيطها المياه. A mountain range معناها سلسلة جبلية، مجموعة جبال جنب بعضها، زي ما بنقول مثلا سلسلة محلات، تمام، سلسلة مدارس، تمام. يبقى مجموعة من الجبال مع بعضها اسمها mountain range، mountain range يعني سلسلة جبلية. تعرفها هنا بيقول لي an area with lots of mountains، هي منطقة مليانة فيها كتير من الجبال، يبقى اسمها mountain range، مجموعة جبال. أدام، كلمة دام معناها سد، زي السد العالي اللي عندنا في أسوان. أدام controls water in a river، يعني إيه؟ السد ده هو اللي بيتحكم، هو اللي بيسيطر على المياه in a river اللي موجودة في النهر. يبقى أدام controls water، السد بيتحكم في المية اللي في النهر. تعالوا نشوف القطعة اللي عندي اللي بتتكلم عن ايجيبت، مصر. بقول هنا there are، هتوها من الاول، ها، there are lots of different places in Egypt. There are lots of different places in Egypt، يعني يوجد أماكن مختلفة في مصر، في أماكن كتيرة في مصر. طبعا هنا مستخدم there are لأن عندي بعدها lots of، كثير من،
وعندي كلمة places جمع، عشان كده قلنا there are، يوجد للجمع. There are deserts، there are deserts، توجد الصحاري. And the mountains، وأيضا الجبال. There are oases، توجد الواحات، عشان كده كنا بنقول هنا ديت كده واحة ولا واحات؟ لا واحات. ليه؟ لأنها ES جمع، وجالي قبلها إز ولا آر؟ جالي قبلها إز ولا آر؟ آر، لأنها جمع. يبقى لما أقول له mountains، mountains هقول له there are، deserts there are، places there are، oases there are. There are oases in the desert، هي اللوحات موجودة فين؟ in the desert، في الصحراء. and farmland، وفيه ايضا ارض زراعية. around the river Nile، اسمها river Nile، حول نهر النيل، في ارض زراعية حول نهر النيل. there are beaches and lakes، توجد الشواطئ وايضا البحيرات. يبقى عندي beaches شواطئ، جمع كلمة beach، وعندي ليكس جمع كلمة ليك بحيرة، يبقى زير آر. ليه آر؟ عشان بيتشز جمع، وليكس جمع، يبقى زير آر بيتشز أند ليكس. Egypt is next to the sea، بيقول لي إن مصر قريبة من أو بجوار البحر. It has the Mediterranean Sea، يعني إيه؟ مصر عندها Mediterranean Sea، البحر الأبيض المتوسط، اللي هو في النورث هنا شمال مصر أهو. المنطقة اللي أنا بشاور عليها دلوقتي دي اسمها Mediterranean Sea، البحر الأبيض المتوسط. طيب وإيه كمان؟ طبعا بيقول لي هنا The Mediterranean Sea in the north، يبقى هيجي لي أسئلة ويقول لي هو البحر الأبيض المتوسط ده in the south، في الجنوب ولا في الايست في الشرق ولا في الويست في الغرب ولا في النورث في الشمال؟ نورث. In the north. In the north، في الشمال. And the Red Sea، وبرضو مصر فيها الريد سي، البحر الأحمر أهو. الريد سي، هو الريد سي هنا موجود فين؟ In the east ولا west ولا south؟ لا، ده موجود في الايست، يعني ايست شرقا، في الشرق، موجود شرق البلاد او شرق مصر. يبقى هنا بعرف ان الريد سي in the east، اما الميديترينيان سي ده موجود in the north. There are also very old cities، توجد ايضا مدن قديمة. cities جمع، وهنا قلنا آر. بيراميدز جمع، وهنا قلنا آر. تيمبلز جمع معابد، وهنا قلنا زير آر. يبقى زير آر أولد سيتيز، توجد مدن قديمة. بيراميدز والأهرامات، أند تيمبلز، وأيضا المعابد. نكمل قطعة تانية. نتكلم هنا عن النايل دلتا، اللي هي دلتا النيل، منطقة زي اللي احنا بنعيش فيها هنا في كفر الشيخ. The Nile Delta is an area، يعني ايه area؟ قلنا منطقة. النايل دلتا دي نهر النيل، هي عبارة عن منطقة in Egypt، في مصر. With lots of farmland، مليانة فيها كتير من الأراضي الزراعية. يبقى معروف عن منطقة الدلتا إن هي فارميلاند، أرض زراعية، يعني فيها فلاحين وبتزرع. الدلتا is a place، إيه هي الدلتا بقى؟ إحنا قلنا على الخريطة اللي فاتت أهو، العلامة دي أو شكل سبعة ده، دي كده دي كده، دي اسمها الدلتا، دي كده اسمها الدلتا. طيب تعريف الدلتا هنا إيه؟ بيقول لي a delta is a place where the river enters the sea، المكان اللي بيوصل فيه النهر بالبحر، دي بسميها دلتا. التقاء البحر والنهر ده اسمه دلتا، اسمه دلتا. This makes the land good، ده بيخلي او بيجعل الارض او التربة صالحة for farming، للزراعة،
أرض جيدة للزراعة. farmers grow، فلاحين بيزرعوا. بيزرعوا إيه؟ بيزرعوا رايس، قطن and wheat، رز وقطن وقمح. تعالوا نشوف الديزرت، الصحاري بقى. The desert is hot، الصحراء بتكون hot، حارة. and empty، وفاضية، فارغة، فاضية، صحراء، صحراء، فاضية. there are sand dunes، على ار برضو. ايوه، لانك بتقول لي دونز، ودونز هنا جمع كلمة دون بمعنى كثبان رملية، رمال. ما قلنا اسمها كثبان رملية، كومة رمل، اكوام رمل، اكوام رمل. تمام. تل من الرمل او جبال من الرمال، دي بسميها sand dunes. there are some animals، يوجد بعض الحيوانات، مش كتير طبعا، but not a lot of plants، ولكن مفيش نباتات كتير. في بعض الحيوانات ولكن مفيش نباتات كتير. and oasis، مالها الاويسس دي؟ ما هي الاويسس موجودة في الديزرت، في الصحراء. an oasis is a place in a desert، الواحة دي عبارة عن مكان موجود في الصحراء. where there is water، there is water، water كمية مفرد، يبقى is. where there is water، حيث توجد المياه. there are also trees، هي trees مفرد ولا جمع؟ جمع، عشان كده حطينا جمع، عشان كده حطينا also trees and plants، فيه نباتات وأشجار، فيه أشجار ونباتات. there are also trees and plants. people can use the water to grow dates، الناس بتستخدم المية اللي موجودة في الواحة دهيت. ليه بيستخدموا المياه ديت؟ ليه؟ to grow، عشان يزرعوا. عشان يزرعوا ايه بقى؟ في منطقة الواحات بيزرعوا dates، بلح اللي هو اشجار النخيل، olives وبيزرعوا زيتون، figs وتين، and grapes وعنب. they can keep farm animals too، الناس هناك ايضا بيربوا حيوانات. keep farm animals، بيربوا حيوانات المزرعة اللي احنا شفناها الحصة اللي فات. بعد كده بيتكلم عن منطقة سيناء او شبه جزيرة سيناء، شبه جزيرة سيناء. تعالوا نشوف. The Sinai Peninsula is an area of land، يبقى تعريف كلمة بنينسيولا من شوية قلنا هو شبه جزيرة. يعني ايه؟ يعني قطعة من اليابس او الارض حوالها مية. يبقى البنينسيولا هنا is an area of land with water around most of it، حوالها مية، معظم الاطراف او معظم الاماكن حواليها موجود في مية. it has the Mediterranean Sea، بتطل او فيها طبعا البحر المتوسط. in the north، في الشمال. and the Red Sea in the south، والبحر الاحمر في هنا بالنسبة لسيناء في الجنوب. the Sinai Mountain Range، سلسلة جبال سيناء. is very famous، مشهورة جدا. very famous، مشهورة جدا. there are mountains in the desert، موجود أيضا جبال في الصحراء. أيضا to بمعنى أيضا. people visit the Red Sea mountains، الناس بيزوروا جبال البحر الأحمر. the people هنا visit the Red Sea، بيزوروا البحر الأحمر أو mountains، جبال البحر الأحمر. to walk، بيتمشوا. and learn about، وبيتعلموا عن بدوين كالتشر. بدوين كالتشر ثقافة البدو، بيعرفوا عن الناس البدو اللي بيعيشوا في المنطقة دي. the mountains are beautiful، الجبال هناك شكلها جميل. and the rocks، and the rocks look red، والصخور هناك لونها ريد. أحمر. 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 اخر قطعة معانا
اللي بتتكلم عن السد العالي. The high dam. يبقى السد العالي معناه ايه؟ The high dam is very big. السد العالي ضخم جدا. It's about 48 years old. بقاله دلوقتي حوالي 48 سنة. People built it. الناس بنوه أو أنشأوه to control عشان يتحكم the Nile River في نهر النيل. They also use it. الناس أيضا بيستخدموا الهاي دام ده السد العالي ده. يبقى أول وظيفة له control the Nile إنه بيتحكم في مية السد. إيه تاني في مية النهر؟ إيه تاني؟ They also use it. بيستخدموا السد العالي ده to make electricity. To make electricity عشان يولدوا الكهرباء، عشان ينتجوا كهرباء. It's very important. إنه مهم جدا. هو مين اللي مهم جدا؟ الهاي دام. برافو يا يحيى. The high dam is very important. مهم ليه؟ لأنه control the Nile بيتحكم في النيل، ولأن طبعا وكان make electricity. الكهرباء اللي احنا شغالين بها في بيوتنا دي كلها جاية منين؟ الهاي دام من السد العالي طبعا. بيفك. ايوه يا أروى. هو نهر النيل فيه سمك؟ اه طبعا. عايزة؟ ازاي احنا نشرب منه؟ ايوه عايزة. بيقول لي هنا افتكر معانا remember there is و there are. There is و there are. قلنا طبعا there is a او there is an. فضرول there is a lake. There is a bench. There is a flower. There is a tree. There is a girl. There is a boy. There is مفرد. طب there are and uncle. There are. لا there are عايزة plural. يعني plural جمع. Plural جمع. يعني ايه جمع؟ ينتهي بإس. زي temples معابد. Pyramids أهرامات. Girls بنات. Boys ولاد. يبقى there are temples. There are teachers. There are بيراميدز. رجعنا الفرق ما بين زر إز وزر آر. تعالوا نشوف. آدي طبعا بديني هنا جزئية البيكتشرز الأول، صور على حفظ الكلمات. بعد الكلمات نعم طبعا ماشي. مال احنا بنعمل ايه من ساعتها؟ هاجي هنا الجمل اللي كنا بنقراها دلوقتي في القطعة مدهاني هنا. نمبر 1 in the Nile ايه؟ اسمها نايل ايه؟ دلتا. دلتا. برافو برافو. اسمها نايل دلتا. There not sand dunes. عشان في دونز. ايه السهي؟ يبقى ايه من دولت has water with trees and plants؟ ريفر. لا 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 لا. اويزز. الواحة اللي هي في الصحراء، اللي هي عبارة عن منطقة مياه، هي اللي فيها ووتر، فيها مية، وفيها حواليها كده التريز الأشجار والبلانتس النباتات. ديت الأويسز. آن أويسز. آن أويسز. آن أو ويز. People built the A to control the river Nile. دام السد. There a river. A river. There is a river. أيوه. وعندي يبقى there is. بيقول لي رتب، هقول له زير. ها زير.
desert and mountains أو mountains and desert. قلت deserts and mountains أو mountains and deserts. دي أو دي ما فيش مشكلة. farmers الفلاحين grow wheat and cotton أو cotton and wheat قمح وقطن أو قطن وقمح. المهم إن أنا بقول في الأول farmers grow farmers grow الفلاحين بيزرعوا. بعد كده مديني قطعة من اللي احنا قريناهم دلوقتي وبيقول لي قول لي ترو ولا فولس. تمام. اجي بعد كده مديني اكتيفيتي تاني برضو هراجع الكلمات بالصور كويس وابدأ احل الجزء ده. يبقى اخرنا اللي هي 36 اخرنا في الهومورك 36 الكلمات كتيرة والقطع كتير انا عارف انا عارف بس انتوا شطار وعارف انكم هتحفظوها بسهولة ان شاء الله. يلا جود نايت باي باي جود نايت باي باي يا باي باي.